أهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة هنلاقي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وهنلاقي كمان أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في المساء على السواحل الشمالية الغربية. تفاصيل أكتر هنعرفها عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة منار، إيه المناطق اللي هنتوقع النهاردة نلاقي فيها شبورة، وإيه المناطق اللي هنتوقع نلاقي فيها أمطار؟ هو احنا طبعا اليوم مكملين في التحسن في الاحوال الجويه ده خلال فترات النهار، ومع التحسن ده بتتكون شبوره مائيه كثيفه خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى محافظات شمال الصعيد، طبعا الطرق المؤديه من والى مدن القناه وسط سيناء والقاهره الكبرى. الشبوره المائيه دي كثيفه على الطرق دي وهتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه. معاد تلاشي الشبوره المائيه بيكون دايما مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 8 9 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشى من على اغلب الطرق، تبدا معاها الرؤيه تتحسن. بالاضافه كمان ان احنا اليوم خلال فتره النهار في استقرار في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس على اغلب الانحاء، فالطقس خلال فتره النهار هيكون طقس لطيف جدا على اغلب المناطق خاصه المناطق الشماليه معتدل على المناطق الجنوبيه. لكن مع فترات المساء هنبدا نتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، هيأثر بامطار على المناطق الساحليه من الجهه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، والامطار هتبدا امطار خفيفه مع تقدم ساعات المساء، ممكن الامطار على السواحل الغربيه تكون امطار متوسطه، مع حركه المنخفض الجوي من الغرب للشرق ممكن المناطق الداخليه تتعرض خلال فترات الليل المتاخر وصباح يوم الخميس لسقوط امطار. المناطق الداخليه يعني محافظات الوجه البحري، لان احنا متوقعين ان يوم الخميس خلال فتره الصباح ساعات الليل المتاخره من يوم الاربعاء يكون في فرص امطار متوسطه وقد تكون رعديه على سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري. هل ممكن تاثر على حركه الملاحه او ممكن تعطل اي نشاط من الانشطه اليوميه الطبيعيه؟ هيكون مع يوم الخميس لان احنا هيبقى في نشاط لرياح، نشاط الرياح ده طبعا هيؤدي لارتفاع الامواج على مسطح البحر المتوسط، فبالتالي ممكن يؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه خاصه على البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر هيكون معتدل تماما ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ان شاء الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا، خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبتدي مع بعض بطبيعة الحال من القاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 19-10، الإسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 20-11، مطروح 19-11، دمياط 20-13، بورسعيد 19-13، والإسماعيلية 19-11. السويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 19-10، كاترين 15-3، طابة 20-12، حلايب 22-15، شلاتين 25-15، شرم الشيخ معانا 23-14، والغردقة 23-13. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19-9، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 20-8، سوهاج 21-9، قنا 21-9، الأقصر 22-8، أما أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 9. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم درجات الحرارة. نرجع على طول لمصطفى وهدين نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا